في جزء أكثر إنسانية في هذه المبادرة، وهو النزول للأطفال في المدارس في المرحلة الابتدائية لعمل مسح طبي شامل على أمراض العيون عندهم. عايز أقول لحضرتك إن إحنا عملنا عينة مرحلية علشان نعرض هذا الكلام على سيادة الرئيس ونقول له النتيجة بتاعت المرحلة أو المسحة العينية اللي عملناها على الطلبة في بعض. كان في تجربة قبل المبادرة طبعا، لأنه الطلب مننا عمل تقييم. لازم حياتك قبل ما الرئيس يطلق مبادرة لازم نبقى عارفين إمكانياتنا إيه، خطة العمل بتاعتنا إيه، نوع المترددين علينا إيه، إيه المستلزمات اللي هنعوزها، إيه الأجهزة، خاصة إن إحنا هنروح مدارس في قرى ونجوع، فتجهيزات مطلوبة عندنا، يبقى في جنريتور خاص بالكهرباء، السيارات اللي هتلف سيارات مجهزة كأنها عيادة طبية مجهزة، لأنه بعض المدارس في القرى مش هتلاقي فيها أي تجهيزات، فبالتالي أنت محتاجة يبقى معاكي أطباء، محتاجة معاكي مساعدين طبيين، محتاجة فني عدسات، لأنه الهدف بتاعنا لا نغادر المدرسة إلا مسلمين الطلبة النظرات بتاعته. فاحنا عملنا عينات مسحية على مدارس موجودة في محافظة الشرقية ابتدائي ومحافظة الاسكندرية في بعض احياء محافظة الاسكندرية، وكانت النتائج ان احنا بنتكلم في حدود من 12 لـ 20% من الاطفال محتاجين نظرات. خلينا طبعا مش نسبة قليلة خالص، والناس ما تستهونش بيها اطلاقا، دي نسبة الحقيقة كبيرة جدا. لما اقول ان انا عندي من 12 لـ 20% محتاجين نظارات، الحقيقة الاحصاءات كمان بتقول ان انا عندي نسبة لا يستهان بها من الاطفال في المرحلة الابتدائي متسربين من التعليم. الحقيقة الدراسات قالت ان نسبة كبيرة من المتسربين نتيجة فقدان حدة البصر، ما هماش شايفين لا المدرس بيكتب ايه ولا عارفين يقروا، والطفل في سن 7 سنين و8 سنين هو مش عارف هو فيه ايه، هو كل مشكلته انه مش عارف يتجاوب مع المدرس، فيضطر انه هو يعاقب على عدم عمله الواجب، يعاقب على انه مش قادر يبقى زي زمايله، فتكون النتيجة ان المدرسة اصبحت مكان للعقاب بالنسبة ليه فيمتنع عن المروح للمدرسة. الحقيقة احنا لما نزلنا عملنا العينة ديت فوجئنا انه طبعا في طلبة، يعني يمكن الناس اللي عندها فكرة عن حدة الابصار، انه في طلبة في سنة تالتة وسنة رابعة الابصار عندهم ناقص 6، يعني ده معناه اصلا مش شايف لا الحيطة ولا السبورة، وبالتالي عنده مشاكل في التحصيل، عنده مشاكل في الكتابة، خطه سيء. طبعا لما الطلبة دي سلمناها النظارات عايزين نقول يعني كأن حد نور النور من جديد. الكلام ده الحقيقة تم عرض الفيلم مصور بالكامل عن الطلبة وهم بيكشفوا وهم بيستلموا النظارات، أكيد فرحتهم بالنظارات ورؤيتهم دي كانت حاجة تانية. طبعا كان في برزنتيشن كامل للرئيس وهو بيشوف الطلبة اللي اتفحصت في المدارس، فالحقيقة هو نفسه دعم الجزء التاني تدعيم كبير جدا الخاص بالمبادرة. احنا في خطتنا في الـ3.5 سنين اللي هو الفترة الزمنية المبادرة ان شاء الله انه هنشوف 5 مليون تلميذ، بحيث ان هيبقى التوتال بتاع النظارات حوالي 10 مليون نظارة.